مثل هذه المحاضرات المتميزة. اليوم محاضرنا الدكتور محمد غريب، هو في مصر معروف، بس هذه المرة الثانية اللي يزور فيها مملكة البحرين. الدكتور محمد غريب حاصل على ليسانس لغات وترجمة، بكالوريوس إرشاد سياحي عام 84، ماجستير في الأدب الألماني من جامعة غراتس بالنمسا، يعمل مرشد سياحي منذ عام 87، نقيب المرشدين السياحيين العرب في 2001 إلى اليوم، عضو بلجنة الخبراء السياحيين بجامعة الدول العربية، رئيس الاتحاد المرشدين السياحيين العرب منذ عام 2004 حتى اليوم. مملكة البحرين عضو مؤسس في اتحاد المرشدين السياحيين العرب والمقر الإقليمي لمنطقة دول الخليج العربي منذ عام 2005، عضو المجلس الأعلى للآثار عام 2007، عمل محاضرا في الجامعات المصرية في مادتي التاريخ والآثار لمدة 6 سنوات حتى عام 2012، ماجستير ودكتوراه في الآثار المصرية القديمة عام 2010، عضو لجنة الاستثمار العربي بمجلس الوحدة العربية الاقتصادية اللي هو تابع لجامعة الدول العربية، عضو المنظمة العربية الأوروبية للسياحة البينية عام البيئية لعام 2016، مؤسس لاتحاد المرشدين السياحيين العرب، كما أنه ساهم في إنشاء الاتحاد الدولي للمرشدين السياحيين وممثلا له منذ عام 2002. أعتقد هذه كفاية أن تقول هذه السيرة، أهمية استقطاب مثل هذه المحاضرات حتى تربط حلقة الوصل بين الجمعية، جمعية تاريخ وآثار البحرين، وحلقة الوصل لترويج هذا المنتج السياحي هو المرشد السياحي. وشكرا. الآن يتفضل دكتور محمد غريب، أنت مو غريب على فكرة على البحر، في إلقاء محاضرته. السلام عليكم. أولاً ربما سعيد جداً في بلد التاني هنا البحرين، سمينا ومجديتا المرة دي سادس مرة أزور فيها البحرين، وبعدين فوق من كده وكده أنا بتشرف بحضور حضراتكم وبتقدم بخالص الشكر لسبب المسؤولين عن الجمعية العريقة، جمعية التاريخ وآثار البحرين، دكتور عيسى والدكتور عبد العزيز صويلة والسادة أعضاء مجلس الإدارة المؤقت، والدكتور عيد طبعا معظم الناس هنا يعني والزملاء المرشدين السياحيين أعرفهم، تربطنا بيهم علاقات وطيدة وكذا مرة قابلنا وجولنا في مصر هناك، ففي يعني علاقات بيننا وبين بعض، فأنا أتقدم لكم جميعا بخالص الشكر والتقدير على دعوتي لهذه الندوة. في البداية أنا عايز أقول حاجة، المرشد السياحي، علاقة المرشد السياحي
هي بتنصب كلها، بياخد كل معلوماته وكل حاجة من عنده من التاريخ من الآثار من الموقع الأثري. لأن العملية السياحية كلها أربع أركان. الركن الأول منظومة بتاعت السياحة كلها تعتمد على أربع أركان. الركن الأولاني لازم يكون في موقع أثري. الموقع الأثري ده أنا اللي درسته وبنشره وبنقله بما فيه واللي موجود فيه للعالم الخارجي من خلال السائحين ب 31 لغة مختلفة. احنا عندنا في الاتحاد العربي للمشاهدين السياحيين 40,000 عضو، تكاد تكون نقابة مصر مشاهدين سياحيين في مصر 18,000، يعني تقريبا النص. مرشد السياحي ركن من اركان العمليه السياحيه، ويمكن اهم ركن والعنصر البشري في اي منظومه في اي مكان في اي حاجه. دايما اذا كان في موقع سياحي في مرشد سياحي وكيل العمله واحد، السياحه والاثار وكيل العمله واحد. ده اللي دفعنا ان احنا كاتحاد مرشدين سياحيين عرب مع اتحاد الاثاريين العرب اللي بعض الساده الحضور هنا اعضاء فيه بروتوكول تعاون اثار وسياحه. وبعد كده بتاعت شركه السياحه والنقل بتنقله، لكن دول الاربع اركان الموجودين. الجمعيه العريقه دي من الخمسينات او بدايه الخمسينات. اثار وتاريخ البحرين، وانا عارف كويس جدا اثار البحرين ده ملتقى لحاجات كتيرة جدا في آثار البحرين. المرشدين السياحيين الموقع الأساسي سواء في مصر في تونس في الجزائر في البحرين في أي مكان، المعلومة الأثرية كان الدكتور عبد الحليم نور الدين عندنا رحمة الله عليه يقول هو رسول ناقل المعلومة الأثرية. الدكتور علي رضوان قال لك هو اللي بينشر المعلومات الأثرية للعالم الخارجي بجميع اللغات بكل لغات الدنيا. لكن في بداية الموضوع دور المرشد السياحي في التنمية، بس لا التنمية مستمرة، التنمية في كل حال لصالح بلده لصالح نفسه لصالح مهنته لصالح بلده، مش في التنمية السياحية لا هو بس عشان مرشد سياحي، لكن في الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وكل الأركان كل المجالات، لا بيسمع غيره ولا بيشوف غيره السائح عندي احنا او موجود في مصر على طول من اول ما تظهر الهرم اللي عند ابو سمبل اثار الموجوده. ما هو بدون مرشد سياحي بدون اثار ما هم بينطبقوا مع بعض. لكن تعريف المرشد السياحي، تعريف المرشد السياحي لخبطت مش عارف اللي قدام ولا ورا. المرشد في حاجه اسمها وهنا طيب خلاص. المرشد السياحي بين الواقع والتصور. مهنه الارشاد السياحي بين الواقع والتصور. الواقع حاجه والتصور في اذهان الناس حاجه تانية خالص. التصور ممكن يكون مبسط حاجه بسيطه. ده بيرافق السائحين في الاماكن السياحيه والاثريه في نفس التوقيت كمان تتاثر ظروفه بظروف السياحه، سياحه جت بيشتغل سياحه ما جتش ما بيشتغلش. لكن الواقع غير كده خالص. هو اللي بينقل رساله الدوله للعالم الخارجي، وهو اللي بينقل معلومات الاثار والتاريخ والاثار، ويمينكم جامع شمالكم كنيسه وهو ماشي في ست دول في كل حاجه. ولذلك قالوا ايه؟ هو سفير لبلده داخل حدودها وخارج حدودها كمان. ولا تنتهي علاقته بالمجموعه السياحيه بانتهاء البرنامج، في تواصل بعد كده. وبيرجع تاني هتقول لك انا كان معايا المرشد كذا وحبيت البحرين وحبيت مصر. ويوم بيرجع تاني عشان المرشد السياحي اللي حكى له واللي شافه واللي 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 واللي. فبيبقى في فرق كبير جدا بين المرشد السياحي بين الواقع والتصور. لكن الارشاد السياحي ده تعريف الارشاد السياحي هو المرشد السياحي الذي يرافق السائحين في الاماكن السياحيه والاثريه. اثريه
ده المرشد، تعريف المرشد يعني. ولكن مش كده وبس، لا، ده رسالة الدولة، وكمان إظهار الوجه الحقيقي والحضاري لبلده، عادات وتقاليد وكل حاجة. يخرج من هنا يقول لك المرشد السياحي قال لي كذا على البحرين، ده المرشد السياحي في مصر قال لنا كذا. في قصور موجود، في يعني الكمال لله وحده. لكن احنا مرشدين بنحاول مع السائحين، اولويات السائحين بتبقى في بعض الاولويه بتاعته نوع الموقع الاثري، لكن في حاجات كتيره جدا بيسال عليها، ما تقدرش تقول له ما تقدرش يعني، حتى لو في السياسه، لو في الدين، لو 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 لو، ما هو لا بيشوف غيرك ولا بيسمع غيرك، انت قدامه في اسئله، لازم تكون مستعد. ودكتور نفساني كمان، انت عندك المجموعه 40 واحد، 30 واحد، 20 واحد، 15 جست، او زي ما بيسموه في مصر زبون، في بوتقه واحده، في اتوبيس واحد، اللي شغال دكتور، واللي شغال عالم ذره، واللي شغال شغلانات دنيويه، ممكن يكون انسان، ممكن يكون في الاعمال اللي هي اليدويه، في اي حاجه، بوتقه واحده. انت اللي بتاخدهم كله في بوتقه واحده. انت بتحاول ان انت تخرج بيه وتحتويه وتديله صوره كامله مكمله مستنيره عن البلد. لا اكذب، ولكن احيانا بتجمل لصالح بلد وصالح نفسي وصالح مهنه الارشاد السياحي وصالح المجتمع. فبعض الاحيان بتحلو، لا يحلو للسائح الا الاسئله في القضايا السياسيه، احنا عندنا كده في مصر، والدينيه. وفي بعض الاحيان ياتي السائح وهو مشبع ببعض المغالطات، سواء عن مجتمعنا العربي او عن مجتمع اسلامي. احنا لاحظناها كتير وحصل معي كذا مره. أنا شغال كمرشد سياحي من سنة 83 82 ساعة ما اتخرجت، بس كنت مع الشركة، لكن كترخيص وزارة وكرنيه نقابة لا بتاخده بعد 87. لكن أنت كمرشد سياحي لا، لازم في دراسة 4 سنوات في مصر، 4 سنوات كلية سياحة وفنادق، اللي ماشيين معاك على طول 4 سنوات تاريخ وآثار ولغة، تاريخ وآثار ولغة، تاريخ وآثار ولغة. مرة يديك شركات على سياحة، على دين، على فن، أساليب، أساليب إرشاد سياحي، لكن دايما آثار ولغة والمواقع الأثرية وزيارات عملية. عندنا دلوقتي موجود أدي 28 و8 36 كلية ومعهد، المعهد كترت لتدريس مهنة الإرشاد السياحي، وبرضه 4 سنوات. صفات المرشد السياحي، في حاجات كتيرة لازم المرشد السياحي يكون عنده موجودة فيه. أهم حاجتين في المرشد السياحي يكون عنده قوة المعلومة الأثرية والتاريخية. نمرة اتنين اللغة. اللغات، احنا عندنا في المرشد السياحي في العالم كله حوالي 300,000. احنا في اتحاد إقليمي كهيئة عربية دولية 40,000، الاتحاد الأوروبي 60,000، الاتحاد جنوب شرق آسيا ده كبير جدا 60,000، أمريكا الجنوبية كله على بعضه حوالي 300,000 مرشد سياحي، تحدثوا 31 لغة مختلفة. احنا عندنا في مصر ال 31 لغة مختلفة. إنجليزي دايما حوالي النص أكتر، دايما هي أكبر حاجة، ثم الفرنساوي ثم الألماني. لما نيجي نبص على المرشد السياحي، تاريخ ولغه ومعلومه وقوه شخصيه. شخصيه في حاجات كتيره جدا ممكن تفلت منك، والحكمه العسكريه اللي بتقول للنصر 100 أب، ساعه الانتصار 100 أب، اما الهزيمه فدائما يتيمه. هو المرشد هويس اسمنا، ماليش دخل بيها يا دكتور عيد، ماليش دخل بيه، بس زي المرشد المجموعه تعطلت والمرشد ما عرفش يتصرف،
كاويتش ضرب مثال ابو سيف المثال انه ما هوش السياق هو اللي قدامه هيكلمه مين؟ اللغه ومعلومه وقوه الشخصيه فن الاحتواء فن الاحتواء ده فن وإدارة أزمات، أزمة قابلتني وأنا في الطريق أبو في أنا شخصيا كنت رايح الواحات سيوة تعابين وطريشة وحاجات كتيرة كده زدان من عقارب حتة مهجورة خالص قبل الخرجة لا دع عقرب لا مرشد لا أحد الجسد اللي معايا لازم بتكون على طول مستعد تستني خالص الاسعافات اللي بتستنى الاوليه اللي بتطلع ما لقيناش على طول بتستني بتكون موجود على طول من الفندق اللي جنبي كذلك لو حصل في اي مشكله وتبلغ الشركه حصل كذا 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 رحت عشان تروح مثلا عندنا الغربي ده من الساعه 5 الصبح فتاخرت ما لحقتش تعمل مقبره عنخ آمون مركب عايزه تحل عشان تلحق هويس اسمه في الطريق بتلحق اسدانه او بتقابلين او بتقابلهم بعد كده عند ارمانت او عند حد وتقول له سكن في اسدان في المنزل بتاع ارمانت فتبقى عندك يعني استعداد نفسي ومؤهل نفسيا المرشد لازم يعمل حاجه اول ما بمسك الميكروفون او نطلع معاه انا فلان الفلاني انا المرشد بتاعكم انا بتشرف ان انا اصطحبكم النهارده او لمده اسبوع عندنا في القاهره دايما اسبوع او 10 ايام في مصر يعني احنا عندنا حاجه اسمها يومين القاهره وبعدين بيكون ايه سبعه الصعيد سبع ليالي الصعيد نايل كروز بيبقى في 15 يوم بيبقى في اسبوع تاني شرم الشيخ والغردقه فانا بقول لهم انا اللي هصطحبكم طوال الرحله وانا فلان فلان ونستعمل واتمنى ان احنا اكون عندي تصرف في النوم وانا في الموقع الاسر عمال سقر الاول وعلى فكره انا قابلت بعض الزملاء امبارح او بعض الساده اللي موجودين في كنا في امبارح في مجلس الاستاذ جابر فكان بيتكلم على اساس ان في بعض البحرانيين المواطنين ما عندهمش خلفيات ولا معلومات عن المواقع الأثرية اللي موجودة داخل البحرين ده موجود في العالم كله عندنا في السقارة اللي راح سقارة عند دلوقتي من المصريين 10% في ألمانيا كان دايما نقول المتحف ألمانيا جنبينا متحف زي ما عمري ما زرته موجودة في العالم كله بيعتبر ان دي تيجي في يوم من الأيام أو عدم وجود الزيارات والحاجات دي العمليات والحاجات دي بتأثر بس موجودة وما زلت عندناها موجودة. المهارات الأساسية بتاعت المرشد هي دي بس بالإضافة لحاجة تانية كمان أنت في حاجات يعني معلش بتبعد عنها خالص بتحاول قدر استطاعتك ما تدخلش في مسائل دينية ومسائل سياسية مع السائح احنا عندنا في القانون بتاع مصر المرشدين السياحيين المادة 13 منه بتقول لك عدم المجادلة في الشؤون السياسية والدينية. لكن أنا ما بقولش ما تكلمش، المشرع ما قالش ما تتكلمش. المشرع قال لك ما توصلش لموضوع مجادلة مشكلة يصعب احتوائها بعد كده بينك وبين السد. أنا حصلت مع فوق السد فوق جسر السد. وبحكي تاريخ السد. وعبد الناصر لما راح البنك الدولي يفضي له تمويل لبناء السد ودخلت روسيا وساعدتنا والثاني والقطن المصري وهو الاخر لسه بيقولوا بدا الحرب حرب 73 والعدد تنازل لحرب 73 لقيت اربعه من ورا ما انتوا عمركم ما انتصرتوا على اسرائيل وعمركم دخلنا في موضوع طب لو سمحتوا طب سيبنا نكمل طب ما فيش مشكله ظهرت مشكلة يعني أنا يعني كان يصعب احتوائها. أسد تقول للتور ليدر كان يوم يستنى يقعد ساكت على ما أكمل شرحه بعد كده نتفاهم أنا وهو سواء هنا أو في الفندق. المرشد هو دور ودور كبير فبيبقى فيه ال برزنتيشن والسكيلز والتوتال ده المنهج مش للاتحاد بس
لا العمل كله. عملنا كذا دورة عندنا في كان في المركز التدريب بتاع مدرسة الوحدة الصغيرة الجامعة العربية، مهارات المرشد، الارتقاء بالمرشد، الارتقاء بالتوتي، بالسياحة الإلكترونية، بحاجات كتير جدا كان مدرسة، وبعض الزملاء حضروها معانا. اللغة واتكلمنا عنها، فن الإلقاء، فن الإلقاء ده دور كبير أوي. إمتى؟ الكلمة إمتى؟ زي الفتحة ولا الضالين ساكت. في فن الإلقاء بداية في كده زي أي كتاب، زي أي حاجة، مقدمة عن الموقع اللي أنا فيه، الموضوع نفسه والخاتمة. أما موضوع الحاجات الأساسية لازم تعمل ثلاث حاجات بعد ما تنتهي. خلاص عملت الكرنك كله، والكرنك أكبر مكان بياخد منك شرح زي المتحف المصري. فبقى في الآخر ثلاث حاجات، هنتقابل في الحتة الفلانية نمرة واحد، نمرة اتنين خد نص ساعة تصوير وهنتقابل الحتة ثلاثة. في حد عنده سؤال لازم دي؟ في حد عنده سؤال لازم ونتقابل كذا وسلقاء. ده مهارات المشاكل والأزمات بتحصل كتير، بس لازم يكون المرشد مستعد لو فن الاحتواء اللي اتكلمنا عنه. أخلاقات المرشد دي ابتعد بقى عن المسائل الدينية والعصبيات والحاجات اللي هي ايه قد تؤدي إلى مشاكل بعد كده، هو من نفسه. وبعدين له اساسا يعني في حتى مهاره التواصل مع مجموعه، ما قدامها ما ركزش على واحد بس واقعد اكلمه كده ونستاهل وادي له اهتمام والتاني اسيبه، لا ده كله نفس التوقيت كمان، لا في ده بستظرفه ولا ده مش بستظرفه، لا كل المجموعه سواسيه وكل المجموعه تعامل واحد. حقوق المرشد وواجباته، هو في بعض الاحيان عشان هو فريلانس وعشان هو يعني مهنة حرة ما بتبقاش له يعني عملية التأمين نفسه، سواء الحيوان احنا تعد المهنة الأساسية من المهن اللي فيها مخاطر، لابد ان احنا يعني يكون نبص لمرشد له حقوق عند الدولة وعند الشركة. شركة السياحة بتقول له أنا بتجيب الجست من بره بيقبل لحقوق عند الشركة تأمين. في ناس كتير عندنا بتعيب على دور الدولة في عدم اهتمام الدولة بدور المرشد، رغم دور المرشد كبير وبتسيبه كده. أنا حتى اللي بيحصل فيه وفاة ولا حاجة مفيش غطاء بالنسبة له، مفيش حماية، مفيش سند. تجاه السياح يعني ببرح برضو ان السياح يعني انا سبيل مثال بقول للمرشدين هناك في المحاضرات كنت بلقيها، وانت ليك حقوق وواجبات، وعند السياح اول ما تطلع برضو تقول ايه حقوق وواجبات، انتوا حقوقكم هديكوا الشرح تماما وهديكوا الاذان والاوقات بتاعكم في المكان الاثري، واجبكم بقى ناحيه او حقي ان انتوا ما حدش يتكلم وانا بشرح محلتين، يعني بيبقى في رولز بتتحط كده في البدايه خالص، حقوق وواجبات تجاه الشركه وتجاه السياح وتجاه نفسه. في يبقى ثقه بالنفس كده واحترام للذات واحترام للمجموعه السياحيه والاسريه. احنا عندنا قضيه يعني يمكن صعبه ويمكن بدأت تبقى في الأونة الأخيرة، وطالبت أنا كذا مرة من خلال برامج التلفزيونية ومن خلال المراسلات ومخاطبات للسادة المسؤولين دراسة الوعي السياحي. الوعي السياحي يعني ده عندك لسه كنا بنتكلم أنا والدكتور عيد في بعض الأماكن زي الهرم الوقت بيطوروه، بس في عشوائيات في مقال الزبالة، وفي خرتية وفي بلدان وفي جمالة وفي حمارة وفي وسلوك غير حضاري، عدم وعي. أنا درست الوعي السياحي ده زي ما عملته ماليزيا، والوعي مش بس في السياح في الآثار كمان أثري،
ما يكتبش للذكرى الخالده مش عارف ايه في الكرنك وعلى عمود والمدرسه تطلع قدام عشروا قصر وقصوا قصر والاستاذين يطلع فوق الاثار ويهدوه استاذ ياخد لك حته مش عارف ايه وانت حبيبتي وانت بتساوي الوسيم لقلبين وعي اساري وسياحه حتى اخلق مجتمع جاذب وحاضن للسياحه وليس طارد او نفر ليه. دور المرشد السياحي الشان السياحي في الدنيا كلها معروف ان هو ده سفير والسفير اللي خلف توجهات دولته ما ينفعش باي حال من الاحوال زي ما عندنا في الاونه الاخيره عدد بسيط كده يعني بقى لهم توجهات سياسيه مع احد الفصائل الدينيه فبقى يعني يتكلم وانقلاب ومش عارف ايه ده ما ينفعش مع بعض ما ينفعش مع السائحين ما ينفعش. المرشد السياحي بيبقى سفير لبلد والسفير لا يخالف توجهات دولته لانك انت احيانا بتيجي على تصريح ده الرئيس فلان قال كذا الملك كان قال عندنا كذا ده الوزير قال كذا وتصريحه كذا وعلاقه بتبقى وطيده وعلاقته من التزاماته مع النظام ومع الخط السياسي للدولة إن هو سفير لبلده الألماني مع الإيطالي مع الأسباني مع 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 بعد أحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية لاحظنا بوجود بعض السائحين بيأتونا وهم مشبعون بعض المغرب في ظل وجود بعض الإعلام ما بقول بعض إعلام الغرب المشوه لحضارتنا مش لمصر لحضارتنا عربية وإسلامية وإحنا كانوا يلصقوا الإرهاب بينا وما زال هنا بيبرز دور المرشد السياحي في تفنيد في تصحيح الوضع المقلوب دور مهم لكن أدواره متعددة في السياحة هو يعني يمكن عنصر من عناصر زيادة السعي والتسويق والسياحة يعني يمكن قبل ما قلت طيران تسويق تسويق سياحي بسوق لبلدي والمرشد أقدر وأقدر شخص يقدر يسوق لبلده. احنا في 2006 طلعنا النمسا وبعتنا لهم 6 مرشدين سياحيين ورحنا هناك في الجامعات والمنظمات والاحزاب وعملنا محاضرات عن مصر برزنتيشن عن مصر باللغه الالمانيه كل يوم بنكون مدعوين في جامعه في المستشفى في ستة أماكن احنا وجبنا معانا 600 واحد واحنا جايين. المرشد السياحي عارف وفاهم الزبون ايه اللي عايز بالذات الألماني فكر فيه ايه اللي بيحبه ايه اللي عايز يشوفه مش كده وبس ده صفحاته على الاونلاين ممكن يعملها زي ما عملنا في الاتحاد هو نفسه ويقدر يسوق لبلده لنفسه على الاونلاين وده السياحه اللي هي جايه. انتهى موضوع الشركة الأجنبي وانتهى موضوع الشركة من بره يعني ده يعني في زوال اللي جاي دلوقتي هو اللي داخل أي حتة في الدنيا في أي مكان في الدنيا تحجز الفندق بتحجز المكان عندنا دلوقتي حوالي أكثر من 2000 مرشد سياحي بيعملوا كده وبدأ دلوقتي يعني يمكن أكثر من الشركات اللي صالح بلد وبيسوق لصالح سياحية وبيزود العملية السياحية. إن السياحة معلش مع كل احترام والتقدير للحاجات الأخرى والصناعة والزراعة أسرع وأفضل استثمار ما أصل هي مبنية على إيه؟ ده كان الدكتور محمد بن دجلة الله يرحمه كان يقول لك قاطرة التنمية قطر ورا 72 دلوقتي 82 صناعة وصناعات أساس وصناعات الفن صناعة المواد الغذائية كلها
دي كلها مرتبطة بالسياحة. والأهم من السياحة، الأهم أو الهدف من السياحة، إن بتعمل عملية رواج داخلي في المجتمع. السياحة اشتغلت، اعرف على طول. احنا في مصر كده كساد، اعرف السياحة واقفة وما فيش عملة صعبة، وما فيش ارتيل، وما فيش فرص عمل، وما فيش دنيا واقفة، والصناعات التانية واقفة. في رواج السياحة شغال، المرشدين السياحيين بيسوقوا وانفسهم، ده بيبقى في نفس ايه السياح. وبعد الدور ربع من يوم انا عندك في نقطه كمان مهمه، اسرع استثمار يعني ايه؟ يعني من ثاني يوم اول ما يجي، من ساعه ما ينزل من المطار على طول بدخ. وبعدين خلي بالك الدوله بتاخد حاجات بسيطه، ده العهد على الافراد اكتر. وبعدين السياحه مش بس من ايه؟ مش العاملين في السياحه بس، لا، ده اللي بيزرع خيار وطماطم في الغيط في الحقل يعني استفاد من السياحة. كله بيطلع الفنادق الصبح وكله زي معظمه. وبعدين لما تيجي تبص لها كمان، هتبص لها كانت مباشر العاملين في مجال السياحة بعائلاتهم، لا كله بيستفاد. الدولة بتاخد ايه؟ تذكرة الموقع الأثري، الدولة بتاخد ارسام الرسوم من الفنان، لكن كل ما هو يعني بضعف ضعف المبلغ ده. عندنا على سبيل المثال في مصر اخر سنه كان، او كان المفروض 2011 دي يبقى فيها رواج اكبر من 2010، 2010 جه 14 مليون سنه ب 15 مليار دولار او 14 وشويه مليار دولار، ده للدوله. ما تيجي تحسبها هتلاقي كل ساعة 2 مليون دولار، هتلاقي كل يوم 48 مليون، هتلاقي كل شهر 1,300,000 دولار، هتلاقي في السنة حوالي 14 وشوية 15 مليار دولار في السنة. المبلغ ده قد مرة ونص للمواطنين، الشعبين أو سواء التاكسي والبزارات والمحلات والتسين وكله رواج. وذلك عندنا يعني يمكن أنواع السياحة أهم نوع فيها النوع بتاع الأثري، لأن هو اللي بيعمل رواج وبينزل وبيشتري وبياكل ويشرب وهو الآخر. الشاطئية عندنا ولا لها لازمة، بيجي من روسيا من الطيارة يقعد الأسبوع بتاعه يغطس ويستنى جوه الفندق ويرجع تاني بالطيارة، ولا أول كلوز كل حاجة جوه الفندق، ما استفادش بره بقرش ساخ بدينار أو بريال العملة. ده كل دول العالم. وبعدين أسوأ حاجة اسمها الأول إنكلوزيف دي، كل دول العالم دلوقتي بيبي بالبيت أند بريكفاست، البيبي اللي حاجة بتعمل بالفطار بس، يدخل هو يطلع بره بقى يشتري، يدور على المطعم ده، يدور ده هي ده الهدف من السياحة. ياكل في المطعم بكره، بيدور بيقبره بيوزع بيشوف ازاي هو ده. وده بابا دور المرشد بقى، بينوه له بيعرف له بيقول له هنا وهنا وهنا وهنا. الموسم مش منتهي بس يعني مش من الصبح النص يوم اربع ساعات ولا ده ثمان ساعات، لا احيانا بيكمل. اول ما اخذ من الفندق عم يرجع مع الفندق ويقول له انا عايز اشتري، انا عايز اروح الاقى فين، انا مش عارف، تعالى اوديك العنوان اعمل لك استاد. اقتصاديا، اقتصاد السياحي هو صحيح هش، والصناعه السياحه صناعه هشه. صناعة السياحة أقل حاجة بتأثر فيها، لكن هي كصناعة لا. أنا على سبيل المثال في 2015 2013 كنت في هونج كونج، في هونج كونج وبعدين رحت جزيرة اسمها ماكاو 60 كيلو بتاعت هونج كونج. ماكاو دي كانت دولة من أفقر دول العالم ولا حد يسمع عنها خالص، وكانت تحت الاحتلال البرتغالي العام سنة 99، خدت حكم ذاتي زي هونج كونج بس دي بريطانيا ودي برتغال، وانضموا للصين بس حكم ذاتي. اصرف على نفسك. 99 2013 لعند 2015 لقيت عندهم 28 مليون سايح. فبسأل وزيرة السياحة عملتوا ايه؟ التسويق. بصينا كده كحكومة لسه هنزرع
ومشاكل الزراعه والتين والميه والنتيش والنيل وما حصلش وده انتهى وده خلص وده باظ وده لسه هنصنع انتاج وتاريخ وتصدير وتاريخ صلاحيه. اسرع استثمار طلعنا تسويق بقى قوافل تسويق للاس فيجاس وامريكا مربعات مربعات نقابل الناس نتكلم وصلهم وصل كده بقنعهم نعمل قاعدة نعمل ستان في الجامعات مربعات كل هنا في جامعة هنا في ثانية هنا في مؤسسة هنا في كده نجيب وجبنا وبدأنا. بس احنا اصلا ده احنا 450 الف نسمة فما كانش عندنا فناغ تستوعب فعملنا كل البيوت معظم البيوت شقق فندقية وما عندناش عمالة نقدم 100 نصر في مصر 450 الف نسمة فجيبنا من جنوب شرق اسيا عمال ده تجربة التسويق تجربة مكان ده منظمة الصحة العالمية اتكلمت عنها في لمح البصر واسرع استثمار هيجي لك 10 مليون سايح هيعمل حوالي 100-105 مليون ليلة سياحية في متوسط 10-12 يوم أو 11 يوم 1000 دولار تحسبها على طول أو 1200 دولار زي ما منظمة السياحة العالمية تلاقي تحسبها تلاقي كذا مليار هو ده اللي الثاني هو ده الناتج بتاعه. لكن السياحة بتمثل كم من الاقتصاد العالمي 11 كانت 10 بقت 11% من ناتج العالمي. فاقتصاديا دور المرشد وفي السياحة وتنميتها وتنمية السياحة هو يعني دور المرشد ان هو كتير جدا يعني المرشد مش متضايق او زعلان او مش هيرجع تاني مبسوط من شرح المرشد مبسوط بيرجع تاني ويراسله يقول له عايز اجي يوم كذا وهحضر معاه وجايب عيلتي وجايب ويروح هناك خير وسفير بقى المرشد بتاعنا قال لنا كذا وقال لنا كذا ده دور المرشد وده مثال المرشد وده من ضمن النتائج الايجابيه من عمل المرشد السياحي. سياسيا دي يعني يمكن في بعض الاحيان في بتبقى معلومات خاطئه متداوله واشاعات متداوله عن اي دوله عن اي مجتمع ومن الخارج في بعض الدول كمان تبقى تستدلك حاجه احنا يعني عندنا يعني ما اكثرها في اول ما يحصل حاجه في مصر كده بتتكبر وتتقال بطريقه تانية خالص تهجير نزله السمن تهجير تهجير السمن عندنا كان برضو في مشاكل كتير بس في حاجات يعني ممكن ايه تكون غير اللي هو واخدها فكره غلط جاي بيها فكره غلط هنا بيبرز دور المرشد بقى لانه هو يعني كخط ماشي عليه خط سياسي ابن البلد سفير ليها هو مش بس بيشرح المعلومه التاريخيه والاثريه لا ده هو الاظهار الوجه الحقيقي والحضاري للبلد ولذلك قسم المرشدين السياحيين في كل مهنه لها قسم لان عندنا قسم عندنا قسم المرشد في اي مكان في اي دوله عربيه اقسم بالله العظيم ان امارس مهنه الارشاد السياحي بالامانه والشرف وان احافظ على تقاليدها وكرامتها وان احترم القوانين واللوائح ومحافظا على كرامه بلدي وامنها القومي ما بيسمحش ده بيبقى في دور المرشد وهو ما بيبادرش هو بس لما بيلقى عليه سؤال بيحاول يوضح بالادله والبراهين والدلائل تحصل معنا كل طلعه شمس من حاجات كتير افكار خاطئه اسلام انتشر بحد السيف ده عندي كتير الرسول اتجوز كتير ليه مصر لم تنتصر في حرب 73 يا عم اللي حصل اللي ده فصل بين القوات اللي حصل بين العراق وايران تشرح له تبدا تشرح له
وبعدين تتمتع بقدر كبير جدا من هدوء الأعصاب والثبات الانفعالي، وما تخليش حد يستفزك، انك انت يعني باسلوب او بتصرف خاطئ مش بيعود عليك انت، على مصر، على البلد، على المواطنين، على كلهم. هو مش بيعتبر المرشد ده، هو ده المرآة. وبعدين يعني انا دايما كنت بقول ايه، ان في الداخل بيبقى في قضايا غير القضايا اللي هي الخارجية. انا ممكن مثلا ايه، في موضوع مثلا بيننا وبين بعض، ممكن عاد انا وميزة وهالتين وهادي والدكتور عبد العزيز نتناقش في قضية ما، نختلف، هتلاقي اثنين متفقين واثنين مختلفين او ثلاثة او واحد مش متفقين يعني على قضية ما. بتحصل كتير جدا. لكن في حاجات بقى يعني تبقى عند السائح الاجنبي تتكبر، والصورة الذهنية بتتاخد خطأ، وده اللي بنعاني منه دلوقتي، تغيير الصورة الذهنية لدى السائح. في انا رحت في 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 تشيك في تشيك دولة تشيك في براخ، فرئيس التنشيط السياحي هناك يعني دعاني اعمل محاضرة، رحت لقيت واخدين صورة قاتمة عن مصر، وان كلها رهاب. مسكت الخريطة فنت، قلت له انت عندكم حق، الصحفيين عاديين، قلت بصوا الشريط ده بس بين العريش رفح بس الشيخ سويد، لكن عندك نور اسكندرية لا، عندك وسمل مفيش حاجة. هم مش عارفين، لازم توضح لهم، المرشد برضو لازم يوضح لهم. الإشاعة اللي بتطلع تأثيراتها بتبقى سلبية. أنا داخليا هنا اختلفنا، اتفقنا، واقف قاعد في المراية بتكلم مع نفسي، مع نفسي بتكلم أنا وتجربة زي هو وأنا هو واحد، مفيش مشكلة. لكن المشكلة عندي الخارج، لما باخد معلومة خاطئة وقعد ينشر فيها وانا استاري هناك، وابص الاقي معلومة خاطئة اتخذت عننا وعلى المجتمع ده أو زي ما ايه بيحصل في بعض بلادنا العربية، خاصة في مصر دلوقتي في التوقيت ده. هنا دور المرشد اجتماعيا على المجتمع، المجتمع المصري، المجتمع البحريني، المجتمع اللي كنا بنتكلم فيه امبارح، تسمين القيم والمبادئ، التسامح، السلام. احنا بنقول جايدك في زبيس، احنا مرشدين اصلا من اجل السلام، واحنا رسل بنكلمهم من السلام، والمجتمع بتاعنا والتسامح موجود وبيتكلموا ويقولوا والصيام والصلاة والزكاة، ويقعدوا هم نفسهم بيناقشوا فيه. المجتمع بتدي، احنا كمان يعني بتديهم كل ما هو يلتصق المعلومة بالنسبة للمجتمع، العادات والأكلات الشعبية، كل حاجة بيطلع كده واخد صورة كاملة عن البحرين، مش عن بس قلعة البحرين ولا متحف البحرين، لا، عن كله، عن الإنسان البحرين، عن كل، عن الفكر المستنير اللي بتمتع به المرشد الناجح. الاقتصاد أنا بس يعني يمكن 10 دقايق، الاقتصاد أنا يمكن اتكلمت في حاجات كتير يعني بالنسبة للاقتصاد، لكن أنا بس عايز أذكر حاجة. منظمة السياحة العالمية في 5 دول دايما على طول، 5 دول دول أو بمعنى أصح يمكن غالبا دايما على طول أسبانيا وفرنسا أكبر دول عندها سياحة وافدة بعد 80 مليون. وعندك اسبانيا كانت من شهر 11 قالت ان احنا 79 مليون السنه دي 2018، لسه شهر 12. كاتالونيا كان اكتر حاجه واللي جاله 18 مليون سياح. السياحه في العالم كله، منظمه السياحه العالميه بتجيب الاحصائيات السنويه، وهي منظمة السياحة العالمية أول ما قالت كان حاجة غريبة خالص، قالت إن سنة 1950 ده جه 25 مليون سائح بس لفوا العالم. شوف سنة 95، سنة 1950، دلوقتي
2018 بنهاية 2018 مليار وربعمية وخمسة، يعني دخل على مليار ونص. كانت من سنتين أو ثلاثة مليار سايح بلفوا العالم حوالين العالم. ألمانيا من ضمن الدول اللي بتصدر السياحة من عندها، ثلث سكان العالم بيسافروا حوالين العالم بغرض السياحة. كان سنة 50 2018 مليار وربعمية وخمسة. نسبة النمو العالم متوقع 2030، أنا متوقع أكتر، تيجي تحسبها كده تلاقيها متوقع أكتر من 2 مليار، لكن هي قالت 2 مليار. بيبقى لها مناديب وجدان وإحصائيات في كل الدول ووزارات وهيئات حكومية ومعها على طول باستمرار مع المنظمة. احنا اتعمل المؤتمر الاخير كان في شرم الشيخ، وتشرفت بمقابله الشيخ خالد بن محمود هناك وكان متواجد، ويعني اتكلم كلام موزون عن مملكه البحرين. هناك كان في منظمه السياحه العالميه وكان معظم دول العالم متواجده هناك. 6% نسبه النمو في السياحه، فلما تلاقي 2030 هتلاقي أكثر من كده. لكن عندك الاقتصاد العالمي السياحة بتمثل 10 أو 11، هو عمل أفريج متوسط، لكن في بعض الدول زي مصر أكثر، سمات الدول أكثر. إحنا عندنا في الدول العربية 58 مليون سائح كان السنة اللي قبل اللي فاتت، كلنا على بعض، كان مصر وتونس والمغرب وكان دول أكثر دول. لكن في دول يعني شوف، احنا كل الدول العربية وإذا كلنا نحن نعمل برامج مشتركة مع بعض، أو لازم تبقى برامج مشتركة مع الدول العربية مع بعض، يعني نستعد دول الخليج نستعد مع بعض، تسويق مع بعض زي ما حصل في أمريكا، زي ما حصل في الصين. مصر من ضمن الدول اللي يعني اكتر حاجه موجود. شوف يعني قالك ايه، وظيفه من كل 10 وظائف، اكبر حاجه بتفتح فرص عمل هي السياحه، بس هتشتغل. احنا عندنا في مصر كان كل مليون سائح 200 الف فرصه عمل وسط، كل مليون سائح زياده 200 الف فرصه عمل. في بعض الدول في العالم 10 وظائف. 2 مليار ده كان عام 50، لا دلوقتي اكتر بكتير. في 5 دول دايما هم ايه اللي دايما على طول، اسبانيا وفرنسا دايما دي تاخد المركز الاول، تيجي فرنسا بعد المركز الاول دايما بسنة. بس انا انا انا, أنا عايز اقول حاجه، يعني ايه هم بنختلف عنهم في حاجه، ان هم عندهم يعني الدول بينها وبين بعض، وبيروح من استاد بيروح من جاي من فرنسا لالمانيا، من المانيا لاسبانيا، من بالعربيه عكس عندنا، فبتبقى يعني اسهل شويه عندهم. لكن 80 و86 و81 على طول باستمرار اسبانيا وفرنسا امريكا. وخلي بالك بقى اقول لك على حاجه، معلش، 75 مليون سائح امريكي دول راح امريكا، راح امريكا ضعفهم الضعف ده، مش بس مش محسوبين سياحه داخليه بين ولاته بعضيها، راح من هنا لهنا. وده اللي كنا بنتكلم على ايه، زياده السياحه العربيه البينيه من خلال ايه، ان السنه زي ما بيحصل في امريكا الصين وايطاليا. ايطاليا طالعه في يعني لسه، كانت قبل كده احنا المانيا السنه والنمسا، لكن هي السنه ايطاليا المره دي. فرنسا ده يمكن من الدول اللي على طول باستمرار، يا اما الاول يا اما الثاني، والاقتصاد بيتسمع عندها زي اسبانيا. مكاو دي التجربة قلناها، 28 مليون سنة تجربة فريدة تعلق العالم كله، ومازال سيتي اوف دريم، مازال ومازال شغالين. واعتقد دلوقتي بقت 30 او حاجة و 30 مليون سنة. المنظمات اللي هي مهتمة بالسياحة، منظمة السياحة العالمية والمنظمة الثانية والإيادة والاتحاد العربي للمشاهدين السياحيين، أشهر أنواع السياحة دي آخر حاجة، عشر انواع السياحه. انت عندك 11 نوع من انواع السياحه،
أشهر سياحة الثقافية هي الأثرية، الثقافية هي الأثار، ده أشهر حاجة في الدنيا. أصلا بتروح تزور قلعة، مقبرة، معبد، أي حاجة. عصر عصر حضارة الدولمون من يوناني روماني أي عصور. السياحة الثقافية الساحة الشاطئية ودي موجودة في معظم الدول، وسياحة موجودة وليها مريديها، سياحة المؤتمرات، سياحة الحوافل، سياحة التاني، سياحة العلاجية، سياحة السفاري، سياحة السياحة الرياضية، السياحة العلاجية. لكن أهم نوع من أنواع السياحة وده هنهي بيه هو السياحة البيئية. السياحة البيئية دي حضرات تندرج تحتها خمس سياحات، خمس أنواع من السياحة. أنا عضو منظمة عربية الأوروبية للبيئة، وعملنا مؤتمر كبير دخلنا فيه سياحة بيئية. إحنا كمرشدين سياحيين عمرنا ما خدنا حاجة، أربع سنين دراسة ما فيش حاجة عن السياحة البيئية، كلها أثرية. لما جينا عشان نبدأ نحط السياحة البيئية قلنا لابد من تدريب المرشد للتعامل. أنت عندك 30 محمية طبيعية مسجلة في مصر، انتوا هنا عندكم سياحه بيئيه وهيئه يعني في هيئه خاصه. عملنا المؤتمر وجت الدكتوره سهير وبعض الزملاء، وكان اخ فاضل وبعض الزملاء هنا حضروا المؤتمر من الهيئه المسؤوله عن البيئه هنا في البحرين، وكتيبات كده ولقينا فيه كتاب وفي حاجات عن البحرين في السياحه بيئيه كل الدول العربيه. عملت انا ساعتها دراسه، لقيت الدول العربية كلها عندها مقومات السياحة البيئية لكن مش مستغلة الاستغلال الأمثل، في حين إن منظمة السياحة العالمية قالت أيام كان مليار سايح بلف العالم، قالت 300 مليون سايح منهم بهدف السياحة البيئية. احنا نصيبنا صفر. احنا في مصر احنا عندنا رغم ان هو في ايه في 15 30 محميه وجبال وصحراء بيضاء وصحراء سوداء كله، وفي 15 لسه بيمثلوا اكتر من ربع مساحه مصر. ما فيش سائح بيجي عندي كده بهدف السياحه البيئيه. بعمله الفيوم، بعمله الهرم، بعمله الصقار، ممكن اتحسب في الطريق كده وادي الحيتان اكبر واشهر محميه موجود، وادي الحيتان بس هو مش جاي. لان السياحه البيئيه لها مقومات ولها خصائص. فندق بتاع السياحه البيئيه يختلف عن الفندق بتاعنا ده، الحافله ال حافظ على الطبيعه والبيئة، السياحة البيئية. فكان في قصور عندنا كل في المرشدين وكيفية ان احنا ندربهم على السياحة البيئية، وفي الفنادق بنية تحتية، وفي الناقلة مش حاجات بالغاز والبنزين والزئام ولا لا، والفندق كذلك سياحة بيئية. 300 مليون قال لك دلوقتي في اخر 2018 زادوا، بس هي ما زالت التلت، تلت السياحه بالعالم سياحه بيئيه. والسياحه البيئيه تعني السياحه العلاجيه، تعني السياحه الاستشفائيه، هم الثلاث حاجات صن وسي وسن. والسياحه الطبيعيه السفاري والسياحة الريفية، وفي سياحة نوع من أنواع السياحة اسمه سياحة المهام الخاصة. إيه سياحة المهام الخاصة؟ هجرة الطيور وأماكن السياحة وتحركاتها ومساراتها. في ناس بتيجي من العالم كله في يقعد يستنى ويراقب حركة الطيور ويستنى ويصير بيها. السياحة العلاجية بدأنا إحنا فيها في مصر، لكن ما زالت ومحتاجين حاجات كتير.
كان يمكن في تصور كده السحب العلاجية دي ده بيجيبه من مستشفى بريم من ألمانيا حطه في مستشفى من المصريين في القاهرة. لا لا لا، السحب العلاجية تختلف تماما عن المفهوم ده. عملنا مؤتمر في شرم الشيخ وبدأنا دلوقتي، وده بتبقى مع التأمين والتأمين الطبي ومع المصحات ومع البستان، وبيجوا من ألمانيا عندهم غالية، عندنا الجو هنا جاف، بلادنا العربية مقومات أفضل من عنده. بس نبدأ بيه ونبدأ السعر. طيب السياحة البيئية، السياحة البيئية عموما إذا كان السائح بينفق في، احنا قلنا يعني في حدود قبل كده 1000 كل 10 أيام أو 15 يوم، بينفق 3 أضعاف مع السياحة البيئية، وبيدي فرصة عمل 4 مرات أكثر من السياحة البيئية، أكثر من السياحة العادية اللي هي الثقافية وغيرها. ده بالنسبة للسياحة البيئية. وإحنا يمكن دلوقتي كان في لما عملنا مؤتمر ده هنا في كل الدول العربية، والإخوة في البحرين هنا شاركونا هناك، عملنا منظومة كاملة متكاملة وموقع كبير على السياحة البيئية ومقومات كل بلد حطيناها عشان ان احنا نرتقي بالسياحة البيئية. لان لو جيت السياحة البيئية دي دخلها وقدرت تعملها كويس وتستغلها كويس تبقى اكتر من دخل البترول بالنسبة للسياحة البيئية، لان عندك كمان حاجات تانية غير السياحة البيئية، غير السياحة العلاجية، غير السياحة الاستشفائية، غير السياحة السفاري، سياحة السفاري، غير السياحة المملكة، كله بيبقى يندرج مع بعضه على السياحة البيئية. مع وقت بقى السياحة طبعا عدم وجود الأمن والاستقرار والإرهاب، ظاهرة الإرهاب ده معوق، ده مهما يكون مهما تعمل مهما يكون البلد دي ما فيهاش استقرار، ما فيهاش استقرار سياسي ولا ما فيش استقرار، خلاص انسى السياحة. لما خلاص المشكلة كبيرة بالنسبة للسياحة عدم وجود الوعي، مشاكل طيران، عندنا أمريكا الجنوبية كلها ما عندناش طيران يجيب، والسماوات المفتوحة ما نقدرش نخش في السماوات المفتوحة، وأصل التأمين ولازم يعمل له كوست، وأصل ما ينفعش عندنا مصر الطيران ما تقدرش تنافسه، مشاكل طيران. والسياحة قالوا تسويق طيران، حاجات كتير أعمدة، بس هم عمود الاستقرار، استقرار الموجود، الضعف البنية التحتية، متر تاني ودورات مياه، البنية التحتية اللي هي بتخدم كافتريات وتستعمل في الأماكن السياحية بتخدم على السياحة، والإرهاب زي ما قلت وعدم وجود الوعي بعض المنطقة، ده المعوقات اللي موجودة بالنسبة للسياحة عموما ككل. لكن في روشته بقى علاج السياحة، ونقدر ان احنا نتغاضى، ونقدر قضية الوعي والتسويق وال في حاجات كتيرة نقدر نعملها، ونقدر نخلي فيه يعني مقومات موجودة نقدر نستغلها استغلال امثل زي المقومات الموجودة في السياحة البيئية، وصفا واحدا للارتقاء بالسياحة والمرشدين والارتقاء بالمهنة، مهنة الإرشاد السياحي، ونقدر نكون سفراء لبلدنا، ونقدر نحافظ، ونقدر نحن نقدر ان احنا ندي صورة حقيقية وحضارية عن بلادنا العربية. شكرا لحضراتكم.